دعا أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس دونالد ترامب إلى إلزام موسكو بضمان حرية الملاحة والمرور الآمن للسفن في مضيق كيرتش ببحر أزوف. مشروع قانون بهذا الصدد أعده رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشيوخ الجمهوري رون جونسون والديمقراطي ريتشارد ديربن. يدعو القرار الذي وقعه 39 عضوا في مجلس الشيوخ يدعو الحكومة الأمريكية إلى الرد على العدوان الروسي على السفن الحربية الأوكرانية في مضيق كيرتش. أوكرانيا هي خط مواجهة فلاديمير بوتين ضد العالم الحر، وفي الشهر الماضي أظهر الهجوم الروسي على السفن الحربية الأوكرانية في منطقة مضيق كيرتش تصعيدا لهذا الصراع. يجب أن نرد ونستجيب بالقوة، الضعف يثير المزيد من العدوان فقط. يجب على الولايات المتحدة العمل مع الحلفاء الأوروبيين وزيادة حجم المساعدات لأوكرانيا لدعم قدراتها البحرية.